طبعا بالنسبة لسلطنة عمان، جزء من منظومة هذه أو منظومة التعليم هي المراجعة والتقييم بين فترة وأخرى. التعليم مهم جدا لإعداد الفرد للحياة، إعداد الفرد لمواجهة التحديات، إعداد الفرد أيضا للنهوض بالمجتمع. إذا كنت ما تروح المدرسة، كيف بتنجح في المستقبل؟ الشباب هم المستقبل. أحب في المدرسة لأنه ألاقي صديقاتي هنا في المدرسة، وأحب الدراسة، يعطيني يقوي العقل، أحب لأني ما الدراسة هي اللي بعدين بتفيدنا في المستقبل، وهذا الشيء واجد يفرحني. كما هو معلوم بأن العالم يشهد العديد من التغييرات على مختلف نواحي، هناك تغييرات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى في الجوانب التقنية. في تغيير مستمر، وبالتالي لابد أن تعليمنا أيضا يتغير ويتماشى مع ما هو مستجد في هذا العالم. التعليم هو السبيل الوحيد الذي نستطيع من خلاله حل بعض أكبر مشكلات العالم، وأظن لو أنك نظرت إلى الكيفية التي يتعامل بها العالم اليوم مع الصراعات والتغيرات المناخية والتكنولوجية ستبدو متسارعة. لذلك يأتي التعليم لكي يعد جميع الأفراد ويكسبهم المهارات التي تمكنهم من التعامل مع كل هذه التغيرات، وكذلك يمكنهم من كافة المعارف التي يستطيعون من خلالها التعامل مع كل ما هو جديد في هذه الحياة. يعني الوزارة حريصة جدا على تطوير المنظومة التعليمية، وتطوير المنظومة التعليمية في سلطنة عمان ينطلق من عدة منطلقات، من أهمها رؤية عمان 2040. في رؤية عمان 2040 هناك هدف أساسي يركز على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التنمية المستدامة، وأهم شيء أيضاً ارتكازها على ما يسمى بمهارات المستقبل. ما رغبت به وزارة التربية والتعليم العمانية هو إعداد طلاب يدركون عند انتهاء دراستهم معنى أن يكونوا علماء، أن يكونوا مستكشفين، أن يكونوا خبراء في الرياضيات، ويستخدموا معرفتهم بشكل تحليلي ناقد. وهذا هو الجانب المثير، فالأمر ليس مجرد عملية لتلقي المزيد من المعرفة، بل للاستفادة منها في مهاراتك المستقبلية. فالمعلم لازم الآن في هذه الفترة يعني يحط في باله أني أنا أكسب الطالب مهارات أكثر منها معرفة. المعرفة متوفرة، ممكن يحصل عليها الطالب من أي مكان، وخاصة جوجل الآن يوفر لك كل المعارف اللي أنت تبغاها، لكن هل الطالب قادر فعلاً وعنده المهارة أنه يبحث عن المعرفة اللي يحتاجها؟ هذه وحدها مهارة. والتحديث يجب أن يكون أو يمس بالذات أنه الطالب ما يكون متلقي أو وعاء معلومات متغيرة بشكل يومي. الأحسن أن الطالب يكون عنده سكيلز، عنده مهارات، قادر أن يكتسب حتى المعلومات المتغيرة، أن تتعلمه كيف يصطاد ما تعطيه سمكة. يهدف البرنامج في عمان إلى إحداث تحول في تعليم الرياضيات والعلوم باستخدام المعايير الدولية، ولكن في إطار سياق وثيق الصلة بالواقع العماني. ما تم اختيار هذه المواد عشوائياً، ولكن هذه المواد تتميز بأن مخرجاتها هي مخرجات عالمية. تعاوننا لترجمة مصادر مادتي الرياضيات والعلوم الموجودة في كامبريدج إلى اللغة العربية لتناسب الثقافة العمانية. أرادت وزارة التربية والتعليم العمانية استخدام المواد التي تم اختبارها بالفعل والتي هي قيد الاستخدام دولياً، ومن ثم تعديلها لتكون مناسبة تماماً لسلطنة عمان. إنه برنامج حديث للتدريس والتعلم من الصف الأول وحتى الثاني عشر، ويتطلب نهجاً تربوياً جديداً من المعلمين ليتمكنوا من تدريس التحري والتحقيق العلمي، وكذلك تدريس الرياضيات من أجل فهم واقعي لتطبيقها العملي. هذا أسلوب فعال وجذاب للتدريس والتعلم. والهدف طبعاً هو الرقي بمناهج العلوم والرياضيات لتتناسب مع المعايير الدولية، بحيث سيكون خريجينا قادرين على التواكب، قادرين على العطاء محلياً إقليمياً ودولياً، بما أن هذه المناهج هي مناهج دولية.
يوفر البرنامج مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، حيث يقدم الخطوط العريضة لإطار المنهج ومواد التدريس والتعلم في شكل كتاب الطالب وكتاب الأنشطة ودليل المعلم لكل فصل دراسي لكل صف، كما أنه يوفر تدريب المعلمين والتقييمات ومواصفات الاختبار وعينات من أوراق الاختبار وتدريب وضع التقييمات، وكذلك تنمية قدرات الفرق التي ستعمل في قطاعات وضع المناهج ومواد التدريس من الآن فصاعدا. ربما تعرف أن الأطفال في المرحلة الأولى يعني يحبون مواد الرياضة. أنا اليوم أكتشف أن مادة العلوم الرياضية تساوي مادة الرياضة في البيت. فأصبح أغلب الوظائف يعني تحتاج للمادة العلوم الرياضيات. بالنسبة للعلوم والرياضيات هي أساس التطور والتقدم، يعني الرياضيات يتوظف في كل مكان. قال الرياضيات ملكة العلوم. إذا تمكن الطالب من هالسلسلة الرياضيات والعلوم هيكتسب كل المهارات الأساسية لمواجهة الآن متطلبات المستقبل. فلما تدرس أنت علوم رياضيات بتكون أبوابك مفتوحة في الوظائف، في السمعة، فبكذا لازم ندرس هذه المواد لأن بدونها ما نفقه شيء في العالم الحاضر. يعني لو ما الإنسان ما يعرف العلوم والرياضيات لما كان له مستقبل، لأن اليوم صار كل التطبيقات، البرامج، حياتنا اليومية معتمدة على هذا بشكل كبير. إذا ما درست رياضيات ما أعرف كم هذا الرقم كم هذا الرقم. منهج كامبريدج منهج ممتع جدا، منهج متطور، ويمكن أن يصل إلى الطلاب بأنماطهم المختلفة. من ضمنها أن كانت المادة تعرض بشكل متسلسل مع الطالب من المراحل الأدنى إلى المراحل الأعلى، فلما كانت تعطى المادة للطالب كان تبدأ بها بالتدرج. ما حاولنا فعله أيضاً هو ربطها بالواقع حتى لا تكون مواد منعزلة بعد ذلك فتتعلم الأرقام فقط أو تكتسب معلومات عشوائية. إن الموائمة التي قمنا بها في النسخة العمانية من كتب كامبريدج الأصلية جعلتها وثيقة الصلة بواقع الطلاب، تساعد في تعلم كل سياق وتربطه بالحياة الواقعية. كوني ولية أمر واستقبالي لتغيير المناهج العلوم والرياضيات هذه صدمة في البداية أقول لك إياها، لأنه أنا كولية أمر لازم أواكب كيف أنا أتابع أولادي. بنتي صف تاسع وبنتي صف سابع، يجب أن يكون لكفاءة عالية، يكون جيل متطور وجيل راقي. في البداية كانت في صعوبة في تلقي عن السلاسل من حيث عدم فهم الولي الأمر لهذه السلسلة وأبنائنا الطلبة، لكن بعد مرور الوقت اكتشفنا أن هذه السلاسل مبدعة جدا. لاحظنا أن الأطفال صار يستوعبوا المنهج بطريقة أسهل. سابقا كنا نعتمد ربما على آلية معينة فقط في شرح درس أو واحد، ولكن الآن توجد الكثير من الاستراتيجيات التي تضمن مسؤولية معلومة لجميع مستويات الطلاب في الصف. ومنهج كامبريدج منهج حلو يقيس التحصيل، وليس يعني قولنا يسوينا أفخاخ مثلاً فقحة الطالب، يعني في النهاية يقيس مستوى وليس فروق فردية. يعني أعمل في كامبريدج وأشغل منصب زمالة السلطان قابوس لأبحاث الحياة المهنية المبكرة وأحاضر في الرياضيات، وهذا المنصب منحه السلطان العماني الراحل السلطان قابوس للسماح للعلماء الشباب بوضع برنامجهم البحثي الخاص والحصول على بعض الخبرة في التدريس وتوجيه الطلاب. لو أنك سألت 10 أشخاص عن سبب حبهم للرياضيات ستحصل على 10 إجابات مختلفة، لكن ما يثير اهتمامي بشكل خاص في الرياضيات هو أنه يمكنك أخذ بعض المفاهيم الرياضية ومن ثم تطبيقها لحل مشكلات العالم الواقعية. فيمكننا استخدام الرياضيات للتنبؤ بكيفية تغير الطقس وما سيحدث لمناخنا، وكذلك التنبؤ بمدى انتشار الأمراض في المجتمع، أو استخدامها لتطوير برامج جديدة أو الذكاء الاصطناعي.
جامعة كامبريدج هي واحدة من أقدم الجامعات في العالم، ولها باع طويل في تدريس الرياضيات، فقد خرجت العديد من العقول العظيمة بدءاً من نيوتن ووصولاً إلى علماء آخرين. فشراكتنا مع مؤسسة كامبريدج حق شراكة نحن نفتخر بها، ارتعينا أن عملية التطوير لابد لها من شراكة، والشراكة تأتي مع مؤسسة موثوقة فعلاً تعمل مع الوزارة جنباً إلى جنب لتطوير هذه المنظومة من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر. كامبريدج معروفة ونحن بالعمل الذي نقوم به إن كان على صعيد المناهج أو كان على صعيد الكتب، كل ما نقوم به هو مبني على الأدلة، يعني منهج مبني على الأدلة، هذه الأدلة الحديثة، على التعليم الحديث، على المناهج الحديثة، طريقة التفكير الحديثة. لذلك يعني كان الأساس في ذلك إن احنا نبحث عن مؤسسة تعليمية عالمية رائدة. عملنا معا كفريق واحد وقدمنا شراكة قوية جدا مع وزارة التربية والتعليم، إذ لدينا الهدف نفسه، إننا نسعى لتقديم الأفضل للمتعلمين والمعلمين وكل المعنيين. إشراك العديد من الأشخاص ذوي الخبرات المتنوعة والمنظورات المختلفة لتقديم خبراتهم الفردية كان أمرا إيجابيا ومجزيا، ففرصة العمل مع وزارة التربية والتعليم العمانية ومشاهدة كيفية تحديدها لما تريد القيام به أولاً ومن ثم تعيين كيفية تنفيذ ذلك كانت حقاً شيقة للغاية. أحضر معي قنينة. أولت الوزارة اهتماماً كبير بتدريس المنهج للطلبة، والشخص الرئيسي في هذه العملية هو الأستاذ. وضعت الوزارة منذ البداية خطة سنوية واضحة لتدريب طاقم التدريس والإشراف. لا، كان في مركز التدريب كان جيد. أول ما جاء كان في مدة أسبوع، التدريب كان ممتاز، مثري، في إفادة، ولا زال طبعا التدريب مستمر، يعني ما توقف، وإنما دائما في احتياجات تدريبية مستجدة ودائما هناك تدريب مستمر. بالنسبة للمنهج القديم كان يعتمد جداً على الإلقاء، يعني يلقي الطالب فقط معلومات، بينما منهج كامبريدج يعتمد على الاستقصاء. نرى الطلاب وهم يكتسبون تفكيراً رياضياً عميقاً ومنطقياً، فالتفكير في المشكلة والتطبيق المنطقي يعد من أهم المهارات التي نعلمها، إنها مهارات القرن 21 والمستقبل. الطالب حصل في المنهج الجديد يؤدي إلى متفتح للعالم الداخلي والخارجي وتطورات العلم الحديثة، فالمناهج الجديدة مناهج متطورة ومواكبة للحداثة الحاصل الحين في سوق العمل الداخلي والعالمي المحلي والعالمي. كل هذه الأمور البسيطة تجعل عملية التعلم عملية أكثر متعة للطالب. ابني يرفض إخراج كتاب العلوم والرياضيات حتى لو لم يكن بالضبط قوته. إذا استمر تطور من ناحية التعليم، فأنا أتمنى بالفعل أن ستكون عمان في مصاف الدول المتقدمة. حسب رؤية عمان 2040، فإنني أرى بأن التعليم في سفرة كورونا سيكون متقدم في كل تعالى، وسنواكب الدول التي تختلف المراكز الأولى بإذن الله تعالى في السلم التعليمي. هذا البرنامج سيجعل خريجي عام 2028 وما بعدها مستعدين لحل المشكلات. إنهم سيكونون الأشخاص المسلحين ليس فقط بالمعرفة ولكن بالمهارات اللازمة لاستخدام معرفتهم في حل بعض أصعب مشكلات العالم، ولهذا السبب سيعمل على تغيير مجرى الأمور ليس فقط في عمان ولكن في العالم أيضاً، لأننا نحتاج لأشخاص كهؤلاء من أجل حل المشكلات ليس فقط لبلدهم ولكن للكوكب بأسره. كل شيء جديد وكل شيء يفيد الطلبة، هذا يحسن من تحصيل الطلبة ويساعد على تطوير التعليم، وهذا ما نسعى إليه بإذن الله. البرنامج سيخرج طلاباً يفهمون المواد بعمق أكبر، وهذا هو المفتاح الرئيسي.
فنحن نتحول من نقل المعرفة الحرفية إلى تطوير المهارات والتطبيقات العملية التي ستساعد في تمكين الطلاب أن يصبحوا خبراء رياضيات وعلماء في المستقبل. خلنا نقول أن مستقبل التعليم في عمان متفائلين بأن يكون أفضل، خاصة مع التوجيهات الأخيرة وإقرار جلالته للسلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه. فهذا المنظومة كلها إن شاء الله تتكامل مع كل الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحقيق مستوى عالي من الأداء في التعليم المدرسي في سلطنة عمان. أصبح منهج العلوم الآن يحتوي على الكثير من التجارب في المختبر والتساع الطالب على الفهم والاستيعاب. أحب أكثر شيء العمل في مجموعات، يعني في منهج كانورت بالمعلومات والدروس منفصلة أكثر وموضحينها أكثر من المنهج القديم. أول شيء الكتاب القديم بتشوفه كبير كثيف سميك، من كذا الطالب بيقول هذا كتاب صعب وكذا وبيكره المادة. رأي الشخص في المنهج تم تطبيق هذه المناهج لتواكب المستجدات العالمية ولرفع مستوى الطلبة في مادتي العلوم والرياضيات. لأن الشباب هم رواد المستقبل، يجب عليهم أن يستعدوا لمواجهة العديد من المصاعب والتحديات.